يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ممتاز. محمد سعيد أرضيت كسعطاء دكسية جيل المستقبل أي سعاشي إذا الله تحلي يعني قاضي نيسا ممتاز. ابدأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وما سنت ممتاز نعم السعيد سؤال شيء لبعض أي الكاسي أي كي قدبتي وحنو دي من هالسؤال أو يدنا كم إذا طبعاً كهوسة أما طبعاً كجزء هوسة القرآن الكريم كا سؤال شيء سنا وعاي ودي عدنتا سيدا صوص ساعتا ممتاز نعم السعيد كسعت مدرسة جيل المستقبل ابدأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم
شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموينك انترنتك يكارك كو هذا الكيادي أنفع بلاس xirmada cusub ee 28 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha